Voilà, cher, l'exercice 3 اللي صيفط لكم واللي غادي تافيشه هنايا في الصوره مش غادي يبان لكم. دونك هذا من اقتراح واحد الاستاذ اللي كنحطو في فيسبوك، انا غادي نحاول ندير ليه لا كوريكسيون هنايا اون ديريكت. دونك في الاول سيباري سوا ار او اي جي واحد المعلم ان روبير دو سونتر او اي دو فيكتور يونيتار اي اي جي ان روبير اورتو اورتوغونال اي اورتو Bon, orthogonal, énorme. Donc, orthonorme. Donc, EE et F, deux points, les années de coordonnées dialogues. Ce à nous, je peux vous donner, il y a montré que le coefficient directeur, donc montrer que le coefficient directeur de ce dans M, vient de la droite EF, qui s'est la S1 est là. Donc, quand je suis exposé le coefficient directeur, نشوفو واش كيساوي ناقص واحد على ثلاثة. كنعرفو شنو كنعرفو حنا، أن لا دغوات أو إف ليكواسيون ديالها كتكتب على هاد الشكل إم إكس بلوس بي. دونك غير باش نعاودو كتسكين لي محضرش معانا في الدرس، دونك إم هو لو كويفيسيون ديريكتور ولا هو لا بوند، بي هو لوريجين لوردوني أ لوريجين. دونك تخي بيان، دونك غادي نمشيو نبينو أن هاد لوردوني هذا هو ان هاد ام كتساوي ناقص واحد على ثلاثة هو لو كويفيسيون ديريكتور ديال او اف. شفنا في الدرس اننا باش نحسبو ام اللي هو لو كويفيسيون ديريكتور شنو كنستعملو هاد القاعدة. دونك سي ايكغيك او موان ايكغيك اف سور اكس او موان اكس. اي دونك جو في كالكولي جو في رومبلاسي باغ لي كوردوني ايا ايكغيك او ثلاثة ايكغيك اف جوج. دونك سي 3 موان 2 سور xf xe pardon de dire y madame donc xe donc moins 2 moins xf les 1 moins 1 qu'est-ce que ça veut dire que c'est ça n'a pas de lien ouais moins 2 moins 1 c'est moins 3 donc sur rien on a trouvé que m égale moins 1 sur 3. فالسؤال الثاني شنو طلب مني؟ قال لي اون ديدوير ليكواسيون دو او اف ليكواسيون ريدويت. هي هذه ليكواسيون ريدويت خصني نستنتجها شنو كتساوي. شنو حسبنا؟ قلنا كالكولي ام لقينا هو ناقص واحد على ثلاثة نو دوفون كالكولون بي. دونك هنا قال لي اون ديدوير ليكواسيون ريدويت de EF. Donc, regardez cette jolie équation réduite. Ah oui, déjà, calculons P. Je vais faire un peu de P, je vais faire un peu de notre les deux points, on va faire un peu de P. Je vais faire un peu le point E. Je vais faire un peu de E, il y a un peu de le moustaqim EF. Il y a quelqu'un qui a le moustaqim EF. يعني انه يقدر يحقق لي هذه المعادله y او تساوي لي ام اكس او بلس بي. داكور نمشي نعود y او كنعرفو شحال هي y او سي 3 كتساوي لي ام اللي حسبناه سي موانز 1 سور 3 فوا اكس او اللي هي موان 2 بلس P. فاش كنعوض هاد الأعداد اللي كنعرفو كترجع ليا معادلة من الدرجة الأولى اللي نقدر نحسب فيها P. دونك P شحال كيساوي ليا؟ دونك جو كالكول أبخي. دونك سي 3 كتساوي ليا موان في موان سي بلوس. دونك 1 سور 3 فوا 2 دونك هي 2 سور 3 بلوس P. ألوغ P شنو غادي يساوي ليا؟ غادي يساوي ليا 3 ناقص هاد الأعداد دونك 3 موان 2 سور 3. Donc, la 7 plus ça c'est 2, moins 2 c'est 7, donc c'est 7 sur 3. Un principe, je suis 4 séries. Le principe 4 séries, 7 sur 3. D'où, je vais essayer la question d'y aller. Y, on a l'équation d'y aller EF, et à Y, 4 séries, je suis 9 M, moins 1 sur 3, fois X, avec la y a des modèles. M كنعوضو بالقيمة ديال فوا إكس بلوس
بي شحال كاينه فيه؟ كاينه فيه 7 سور 3، وهنا عطيك ليكواسيون ريدويت ديال او اف. ندوزو لا كيستيون 2. لا كيستيون 2 شنو طلب مني؟ طلب مني انا نمشي نحدد العدد ا، دونك ديتيرميني ا تيل كو هاد لو بوان جي لي كوردوني ديالو ا اي 1 ابارتيان ا لا دروات او اف. دونك غادي تبقاو نفس العلاقه اللي بحال هادي، دونك الا كانت او كتنتمي او اف او لا جي كتنتمي او اف. دابا لي جي، دونك هنا قلنا كوا؟ قلنا جي ابارتيان à la droite EF. Je ne sais pas si G, elle vérifie l'équation. Elle vérifie l'équation. Elle vérifie l'équation. Je peux le donc c'est YG. Donc elle vérifie l'équation, c'est-à-dire YG. Moins 1 sur 3 XG plus P de Pena ou SPA. D'accord. Et donc, on va faire YG ou XG. YG égale 1 qui est donc moins 1 sur 3 fois XG ou le nombre A, donc fois A plus 7 sur 3. D'accord. Donc, ça va être le nombre de la c'est le nombre A. Donc, je peux dire que c'est 1 plus 7 sur 3. سعادة بزاف ندير تجاه الآخر، شنو كتساوي؟ كتساوي هي ناقص 1 على 3 فوا فوا أ، داكوغ؟ دونك غادي نحسب هذا العدد، هو 3 ناقص 7 على 3 تيساوي ليا ناقص 1 اللي هي أ على ناقص 3، ممكن نقول هذه هي أ وتكون ناقص نحطو حدا 3 هنايا، متفقين؟ دونك هنايا شنو تيبقى ليا؟ سي كو أولا باردون نديرو هاد الموان نديرو هنايا. هنايا عندي عدد معروف وموحد في المقامات ممكن نختزل به مباشرة، شفنا هاد القاعدة في القسم. شنو غتعطيني؟ 3 ناقص 7 كتساوي أولا المقام 3 كيساوي 3، دونك راه هاد الفوق غادي يكون حتى هو تيساوي ليا لو البسط ديالي، داكوغ؟ دونك 3 ناقص 7 كتساوي ليا ناقص أ، إي دونك جو كالكول ناقص أ شحال كتساوي ليا؟ 3 ناقص 7 هي ناقص 4، دونك أ شحال كتساوي؟ كتساوي ليا 4. وهكا غادي نكون حددت لو بوان ا اللي غادي يعطيني ان او ان جي كتنساوي لا دروات، يعني كتحقق ليكواسيون ديال لا دروات. دونك هنايا في لا كيستيون 3 ديال ليكزارسيس طلب مني ليكواسيون دو دي ان باسون باغ اش اي بيربونديكولار ا او اف. هنا عطاني جوج معلومات، عطاني ان دي دونك هاد جوج معلومات غادي نبينوهم هنا. المعلومة الأولى هي أن هاد الدي أن اللي بغينا نحددو ليكواسيون ديالها هي بيربونديكولار أ أو إف. أوكي، المعلومة الأولى هكا كناخد المعلومات. والمعلومة الثانية أش كتنتمي لأش؟ كتنتمي لو بوان أولا لا دوغات دي دي أن. علاش؟ باسون باسون باغ دي أن، دونك دي أن تيدوز على أش كيقيسها. دونك هذه كتعطيني جوج ديال المعلومات. المعلومه الاولى باش نحددوا ليكواسيون ديال دي ان، دونك شنو كنعرفوا حنا؟ اول حاجه اون سي كو ليكواسيون دو دي ان، ياك كيفاش كتكتب؟ كتكتب على هذا الشكل ايغريك ام اكس بلس بي. غادي نمشيو نحددو ام ونحددو بي. هادشي هادشي اللي كنديرو لحد الآن، هادشي اللي باغيين كنديرو باش نحددو لو بوان لو كوفيسيون ديريكتور مع لو بوان بي، داكوغ؟ دونك باش نحدد هاد لي دو بوان غادي نستخدم هاد المعلومات بجوج. دونك المعلومة الأولى دي أن بيربونديكولار أ أو إف، شنو كتعني ليا في هاد الدرس؟ كتعني ليا ولا العلاقة اللي كنقدر نجبد منها أن إم فوا شحال لقينا او اف ليكواسيون ديال او اف. هاي غادي نكتبها هنايا ليكواسيون ديال او اف، لقينا فيها ناقص 1 على 3 اكس بلس 7 على 3.
دونك هذه بيربونديكولير دي بيربونديكولير على اف كتعني ليا ان ام الا خديت ام ديال دي وضربته جو لو ملتيبلي با ام ديال ايغريك ديال او اف هو ناقص واحد على ثلاثة حيت هو بيربونديكولير لو جدا ديال ولا لو برودوي ديال لي كوفيسيون ديريكتور كيساوي ليا موان موان زان الوغ ام شحال كتساوي كتساوي سي موان زان سور هاد العدد اللي هو موان زان سور 3 D'accord? Et je calcule. Donc, il y a moins et moins qui sont les plus. Donc, c'est 1. 1 à 3, on va dire que c'est 3 à 1. 1 qui sont à 1 à 3, il y a 1 qui ne trouve pas le maqlou, l'inverse, il y a 1 à 3. Alors, M, je vais faire 3. Donc, il y a 2 M. M, je vais faire 3. Il nous reste de trouver le nombre P. Je vais faire P, je vais faire P, je vais faire P. المعلومة الأولى استخدمناها قالت لي المعلومة الثانية عندي اش كينتمي للدي ان شنو كيعني لي اش سيتادير ان اش كتحقق لي ليكواسيون دونك ايكغيك كتحقق لي هاد ليكواسيون هادي ليكواسيون ديال لا دروات ايكغيك اش كتساوي ام اكس اش بلس بي اي جو ريمبلاس هاد لي كان اف ايكغيك اش هو عطاني لو بوان اش فين هو لو بوان اش ايكغيك اش كيساوي 5 ام اللي حسبناه بقينا فيه 3 دونك ام ديال لا دروات هو 3 فوا اكس اش شحال عطاني في اكس اش عطاني زائد 0 دونك بلس بي دونك شنو غادي تعطيني 5 3 0 سي 0 بلس بي دونك بي شحال كتساوي بي كتساوي ليا 5 وهكا غادي تكون لا دروات ديالي ولا دونك D1 شنو هي لا دروات ليكواسيون دي لويت ديالها هي ام اللي لقيناها لقينا 3 دونك فوا اكس بلس شحال لقينا في بي لقينا 5 هكا غادي نكون حددت ليكواسيون ريدويت ديال لا دروات Donc, il y a la question 4, je vais vous dire, il y a déterminé si EF est perpendiculaire à D2 ou bien à ou là, EF est parallèle à D2. Donc, ce qu'on a fait, c'est EF, donc on est assez sujet, c'est les équations diagonales. EF, je vais prendre l'équation réduite diagonale. Prenez c'est moins 1 sur 3 fois x plus P, prenez 7 sur 3. D'accord? Et D2, شحال عطاوني في هذا السؤال شحال عطاوني ليكواسيون ديالها عطاوني y كتساوي موانز ان سور 3x بلس فوالا عطاوني موانز ان سور 3x هذه هي ليكواسيون اللي عطاوني حنا شنو كنعرفو كنعرفو الا كان او اف باراليل ولا بيربونديكولار ا دي 2 هادي شنو كتعني ليا كتعني ليا ان غادي ناخد ام ديال او اف اللي هو موانز ان سور 3 وغادي ناخد غادي نضربو في لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي 2 وخصني نلقى موان موانز ان اور فين شديت انا هاد الاعداد هادو ماشي هاد الشرط باش يكونوا بيربونديكولار باش يكونوا بيربونديكولار خصني نهز لو كويفيسيون ديريكتور ديالهم ديال الملتيبليكاسيون وبقايا تساوي موانز ان اور حنا هنايا الا شدينا موانز ان سور 3 ضربناها في موانز ان سور 3 ما غاديش نلقاوها القوه كتخالف موانز ان سور سور ان دونك او اف راه ماشي بيربونديكولار ا دي 2 دابا نشوفو واش باراليل لو كا فاش يكونو دو دروات باراليل فوقاش كيكونو دو دروات باراليل الا كانو لي كوفيسيون ديريكتور ديالهم متساويين الوغ حنا هنايا او اف مع دي 2 واش واش نهو لي كوفيسيون ديريكتور ديالهم كنشوفو انهم متساوي يعني خص موانز ان سور 3 واش كتساوي موانز ان سور 3 دونك هادي هي اللي صحيحه فيها دونك سي بون دونك كويس هذا سي الشرح هنا كيفاش كنجاوب كويس شنو لو كويفيسيون ديريكتور دو او اف تساوي ليا ابون نكتبو هنايا ايغال لو كويفيسيون directeur de D2 alors
Les deux droites, elles sont parallèles. Donc, à quelqu'un que j'observe, c'est là, ce LDL.